السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية يا جماعة معكم أخوكم نواف السويد وهالفيديو راح نتكلم عن الأبل ووتش سيريز 9 أو الجيل التاسع من ساعة أبل فخلونا نقول بسم الله ونبتدي بداية أبل ووتش الأم الحنون ليش دائما أسميها الأم الحنون؟ لأنه تقريبا أغلب الأشياء اللي ممكن كانت أحلام بالنسبة لنا أن احنا ممكن نسويها من خلال أجهزة إلكترونية بدون ما نروح الطبيب بدون ما حد يقول لنا نسوي شيء، بدون ما يعني اشياء بسيطة تساعدنا في حياتنا اليومية وشلون ان احنا ممكن نثري حياتنا وصحتنا. ابل ووتش بدت كانها ساعة نفس اي ساعة في عالم الساعات تقول لك الوقت وفيها بعض المميزات اللي تخليها ساعة الكترونية وفيها بعض التكنولوجيا. مع الوقت وبمرور السنوات هذه الساعة انا بالنسبة لي من اول ما طلعت خلينا نقول مو من 2015، من 2016 17 بديت فعليا احس بقيمه هذه الساعه وشلون انها هي قاعد تغير من حياتي وتغير من حياه كثير من الناس، خاصه الناس اللي يبون يهتمون بالصحه، يبون يهتمون بحياتهم بشكل اكبر. خلونا الحين نتكلم عن الجيل التاسع. الجيل التاسع مع الاس اي مع الالترا سيريز 2 اللي نفس سيريز 1 حرفيا ما عدا الانترنال. شنو اللي قاعد يصير الحين؟ لو بنلاحظ راح نلاقي بان هذه السنه ابل غيرت كل شيء في هذه الساعه internally من الداخل غيرت العتاد غيرت الهاردوير المعالج صار افضل احسن ونضاف لاشياء تخليه من افضل المعالجات اللي موجوده في اي ساعه الكترونيه مقارنه بالساعات والاجيال السابقه هذا واحد اما التصميم من برا فممكن الناس ما راح تفرق ابدا بين السيريز من 5 و6 و7 و8 و9 كلهم نفس التصميم وممكن من 8 و7 والحين 9 نفس حتى الشاشة اللهم بعض الإضافات اللي فيها فراح نذكر بعض الإضافات ونشوف هذه الساعة تناسب منه وهل تستاهل أن أنت تغير ولا لا بداية إذا عندك الجيل السابع أو الجيل الثامن يعني ما راح وايد تحس بفرق ولا مطلب منك أن أنت تغير الساعة وتاخذ الجيل التاسع إلا في حالة واحدة إذا فعلا عمر البطارية أو أداء البطارية عندك صار خلاص في الباي باي إذا بطارية ساعتك ما فيها مشكلة، إذا الساعة عندك ما فيها أي مشكلة، وعندك الجيل السابع والثامن، فما له داعي أبداً إن أنت تنتقل للجيل التاسع. الجيل التاسع أنا بالنسبة لي أشوفه حق الناس اللي عندهم من الجيل الخامس أو السادس ممكن وتحت، أو اللي ما عندهم ساعة أبل ويبون يشترون ساعة أبل، راح تكون جداً مناسبة حق هؤلاء الفئة من الناس. إذا تبي تاخذ ساعة حق عيالك عندك الأس أو عندك السيريز 9 إذا تبي. ولكن الاس اي فيها مميزات اقل من السيريز 9 نفس مثلا الاولويز اون ديسبلاي الاس اي ما فيها السيلولر ما في الاس اي ومثلا قياس او يسوي لك تخطيط القلب وهذه الاشياء مو موجوده في ساعه الاس اي اذا هذه الاشياء مهمه فخلك على السيريز 9 وساعه السيريز 9 توصل ل 2000 نت بعكس الاجيال السابقه اللي توصل لغايه ال 1000 نت فصارت تقريبا نفس ساعه الالترا الجيل الاول نقطة ثانية ومهمة وهو المعالج، خلونا نتكلم عن المعالج شوية لأن وايد أشياء هذا المعالج انضافت فيه وراح يميز هذه الساعة عن الأجيال السابقة بسبة هذا المعالج. أولاً من وجود الجي بي يو، فحالياً موجود في عندنا جي بي يو أو وحدة معالجة رسومية أفضل من السابق. المعالج هذا أي بوحدتين للمعالجة المركزية وكذلك أربع أنوية للمحرك العصبي. تم اضافه المحرك العصبي في ساعه ابل الجيل التاسع وهذا الشيء مو بسيط فمن خلاله راح تلاقون بان الساعه صارت وايد اسرع لان اغلب المهام صارت على الساعه ما تحتاج اتصال بالانترنت فاغلب المهام صارت على الساعه فصارت اسرع سيري صارت افضل واسرع فوايد راح تلاحظ فروقات وخاصه ان في بعض الامور راح تكون internally بالساعه مخزنه على الساعه ما راح تحتاج انها هي تتصل بالانترنت او تتصل بجهاز الايفون مثلا عشان تاخذ البيانات. هذا الشيء بفضل وجود المحرك العصبي. ايضا هذا الشيء راح يساعد على ممكن في المستقبل نشوف امور ثانيه وبالاضافه لوجود هذا الشيء حاليا راح يساعد على وجود الميزه اللي تميزت فيها وشفناها بالمؤتمر وهي ميزه التاب للتعامل مع الساعه من خلال الايد الواحده. فبدال حاليا مع ان انت تستخدم ايدك الثنتين للتعامل مع الساعه، تم اضافه ميزه الدبل تاب او الضغط المزدوجه بصبعين، هذه الشغله موجوده في الاجيال السابقه ممكن ان انت تفعلها من خلال امكانيه الوصول او ولكن حاليا بالجيل التاسع هذه صارت من خلال وجود المحرك العصبي والمعالج اللي موجود، فتقدر تسوي وايد امور موجوده من خلال هذه الميزه اللي راح تتوفر مع هذه الساعه فقط. الشغله الثانيه وجود الالترا وايد باند تشيب او اليو دبليو بي اللي موجودة الحين الجيل الثاني فهو أفضل وأحسن بتتبع الأجهزة فحاليا من خلال ساعة أبل تقدر تحديد أماكن أجهزتك إذا ضاعت منك نفس الآيفون 15 أو مثلا الأير تاج أو حتى الأيربودز الجديدة من خلال هذا الشيب راح تقدر أن أنت تلاقي أجهزتك بكل سهولة وبسرعة وبكل دقة فهذا الشيب الحين موجود فقط في السيريز 9 فإذا كنت من الناس اللي تضيع أجهزتها أو تطيح تليفونك ما تدري وينه تقدر من خلال الساعه ان انت تلاقي هذا الشيء بكل سهوله وسرعه افضل من السابق، كذلك من التغييرات اللي صارت بين الاجيال السابقه وبين الجيل التاسع هو الانترنال ستورج او سعه التخزين اللي موجوده في الساعه فحاليا صارت 64 جيجا بدل ما كانت 32 فهذا راح يعطيك امكانيه تخزين بيانات اكثر نفس مثلا البلاي ليست حق الاغاني او اذا عندك اشياء مثلا تبي تحطها بالساعه وتستخدمها مع الايربودز سواء كنت بالنادي او اذا طالع ما تبي تستخدم تليفونك اذا كان عندك السلولر او خاصيه الخلوي بالساعه فراح تقدر تستفيد من هذه الميزه بكل اريحيه وكل سهوله. واذا بنرجع نتكلم شوي عن التصميم ما تغير شيء. اللهم مع الاي او اس 10 راح تلاحظ بان يعني السكرين او الشاشه صارت ما تحس أنها هي اكبر شوي صارت اوسع على كل اطراف الشاشه فتقريبا الواجهات وكذلك تطبيقات شكلها احلى التعامل مع الساعه الحين صار افضل من السابق ولكن كتصميم خارجي ما في شيء تغير اللهم وجود مثلا اللون الجديد اللي هو الزهري او الوردي فحق اخواتنا البنات اذا يبون ياخذونها راح يبين ان هذه الجيل التاسع اما الالوان الثانيه فنفس ما هي المنيوم وستينلس ستيل راح يكون نفس الشيء فاي واحد عنده سيريز 8 سيريز 9 سيريز 7 الناس ما راح تقدر تفرق بالنهايه انت عندك ابل واتش ما حد راح يهتم من هذه اي جيل كثر ما راح يهتم شنو اللي تادي او تقدم لك اياه هذه الساعه الاجمل من هذا كله هي الاسعار ظلت مثل ما هي ما زادت اسعار تبلش من 400 دولار بالنسبه للبيس موديل اللي هي ما فيها خلوي وتزيد معاك تقريبا 100 دولار او 100 وشيء اذا بتاخذ ساعه الخلوي او بتاخذ الساعه الخلويه حق قياس ال 45 او ال 41 مليمتر اخيرا يمكن هذا شيء ما يهم وايد ناس ولكن انا سعيد بوجوده لان هذا الشيء راح يساعد كثير بتحول التقنيه بشكل عام وتحول الاجهزه والحفاظ على البيئة وهي أن هذه الساعة مع الألترا سيريز 2 يعتبرون من أوائل الأجهزة اللي قدمها أبل تقريبا بالكامل معاد تدويرها ويعني يعني تعتبر كاربون نيوترل كثير من الناس يمكن هذا الشيء مو مهم عندها ولكن انا بالنسبه لي خاصه الاساور الجديده والاساور نايكي وكذلك الاساور اللوب وايد جميله فعندنا مثلا هذا الأسوار من نايكي وايد جميل وحلو من مواد معاد تدويرها وهذا شيء جميل ان احنا نشوف بان الشركات قاعد تهتم في هذا الجانب اللي من خلاله ممكن ان احنا نساعد على تقليل التلوث وتقليل انتاج المواد اللي من شانها انها هي ممكن تاثر على الكوكب وعلى المناخ بشكل كبير وبس والله هذه بالنسبه لساعه ابل ساعه ابل ساعه جميله انا بالنسبه لي مثل ما قلت لكم اسميها الام الحنون قم وقف تحرك اكل نام نبضات قلبك زايده نبضات قلبك نازله نومك صار زين نومك ما صار زين Reflect on your mind هذه ميزه جديده انضافت بالاي او اس وكذلك بالواتش او اس 10 وهي امكانيه ان انت تحط المود مالك الحين هل انت مستانس هل انت زعلان علشان يقيس لك هذا الشيء فكذلك الكار ديتكشن او الاكسيدنت ديتكشن الكراش اسف التصادم اذا صار فيك مثلا حادث لا سمح الله ايضا هذا الشيء راح يتم كشفه من خلال الساعه بالاضافه الى تحديد الموقع البوصله في عندك امور ثانيه نفس مثلا الوقوع اذا طحت ممكن ايضا انه هو يسوي ديتكت ففيها امور كثيره انت محتاجها وخاصه حق الكبار في السن والصغار وكذلك الناس اللي عندهم امراض او الناس اللي تبي تهتم بصحتها، انا صار لي فتره يعني لا قاعد اروح النادي ولا قاعد اتحرك ولكن سنعود بقوه ان شاء الله، ووريكم شلون هذه الساعه مع كذا برنامج فعليا عدلوا كثير من الامور في حياتي خاصه يعني بالفتره الاخيره انا صار في عندي تلخبط بالنوم ما قمت انام وايد قمت انام يمكن ثلاث اربع ساعات باليوم فدائما مرهق دائما ما لي خلق دائما ما بيسوي شيء فلقيت تطبيق اسمه رايز سليب من خلال هذا التطبيق مع ساعه ابل مع تطبيق الصحه اللي بالايفون فعليا خلال اسبوعين انا رديت بكل نشاط ورديت النوم الطبيعي ان انا انام ست الى ثمان ساعات باليوم حياتي تعدلت باشياء بسيطه مجرد ان انت تلبس الساعه يقيس لك النوم يقيس لك طريقه تعاملك مع النوم ويقيس لك شيء اول مره يمر علي وبحثت عنه لقيت انه شنو هذا اللي هو الدين للنوم او سليب دت انه يكون في عندك انت انت مديون انك تنام فالبرنامج هذا مع ساعه ابل المزج بينهم شيء وايد قوي فراح ان شاء الله اتكلم عنها في مقاطع ثانيه واتكلم من شلون هذا الشيء ممكن انه هو يساعدك في تغيير حياتك وبس والله شكرا لكم اتمنى ان يكون الفيديو هذا في فائده لكم وانتظرونا في تقديم المقاطع القادمه باذن الله اذا كانت هذه زيارتكم الاولى للقناه اتمنى اشتراككم وتفعيل جرس التنبيه علشان توصلكم تنبيهات المقاطع اول باول وهذه حساباتي في شبكات التواصل الاجتماعي تسعدني متابعتكم شكرا لكم على المشاهده واشوفكم ان شاء الله في المقاطع القادمه مع السلامه